نبدأ بالقسم الثاني وهو حل الأسئلة، الفهم والاستيعاب. أولا، صور النص ثلاثة مشاهد طبيعية اذكرها: الأمطار وهطولها، والسيل وتتابع هذا السيل، والأرض وخصوبة الأرض، وأيضا نزول البرد من السماء ومشهد البرق في السماء. اقرأ النص قراءة صامتة ثم أجب عن الأسئلة الآتية: ماذا نثر الجو على الأرض وما الذي ذوبه؟ نثر الجو برد كالدر وذوبته من السماء أدمع. بما يعلل الشاعر هطل المطر؟ لأن البرق قد وعد بذلك ونفذ وعده، أو بإنجاز السماء وعدها للأرض. بما تتسبب مياه المطر الغزير؟ تسببت بجريان السيول. كيف أصبح وجه الأرض بعد المطر؟ أصبح وجه الأرض خصبا ولبس حللا ذات نقش جميل. كم استغرق هطل المطر؟ ما المفردات التي أشارت لذلك؟ استغرق هطل المطر ليلة كاملة، وذلك عندما قال: فتح البرق بها الليل والسد. السؤال الثالث، ذكر الشاعر الحوادث البيئية مرتبة اذكرها ثم علل الترتيب الذي جاءت فيه: حصول البرق، نزول المطر، وتفجر السيول، ثم نمو النباتات وازدهار الأرض، وأصبحت الأرض خصبة. وقد ذكر ذلك الترتيب لأنه يعتمد على التسلسل الزمني للأحداث الطبيعية، فهذا ترتيب منطقي لحوادث الطبيعة. ثانيا، جاء العنوان مرتبطا بمضمون النص، هات عنوانا آخر يحقق ذلك، مثلا: المطر الغزير، خير السماء، المطر المعطاء. العلاقة بين الفكر الجزئية في المقطع الثالث علاقة سببية، أثبت ذلك، لأن كل مشهد يوحي بمشهد يأتي بعده، فهطول المطر جاء بعده خصوبة الأرض، ثم نمو النباتات والأغصان، ثم تغريد الطيور بهذا الخير فرحا بهذا العطاء. جعل الشاعر الصورة أداة للتعبير عن الفكرة، بضوء ذلك أكمل ما يأتي في جدول مماثل: تساقط حبات البرد النقية الصافية، الصورة: لؤلؤ أصدافه السحب، تدفق السيول بعد تساقط المطر كثعابين عجال تطرد، إبراق السماء مرة بعد مرة بضرام كلما شب خمد، لمعان البرق ووميض البرق كحسام كلما سل غمد، تمايل الغصن فتثنى الغصن سكرا بالندى. المعنى اللفظي والدلالي: وضح العلاقة المعنوية بين كل لفظين مما يأتي: الدر والنحور، علاقة جمال وزينة، واللؤلؤ والأصداف، هنا علاقة أصل ومنشأ أو تآلف وانتماء. ابحث في معجم لغوي عن معنى كل مفردة مما يأتي: جدد، وأي الشيء الحديث الجديد، شب، اشتعل، يذعر، يذعر، يخاف ويفزع، وكف، أي السحابة التي تسيل وتقتل، سد، أي أغلق، سكرا،
عشوة فرحا تاجع الطينة يغرد. ما الفرق في المعنى بين أنجز الوعد وأنجز العمل؟ أنجز الوعد أي أوفى بعهده، أو أنجز العمل قام به وانتهى منه أي أتمه وأنهاه. شبت النار أي اشتعلت أو توقدت وازداد لهيبها. شب الصبي أي أصبح شابا أي كبر. السؤال الرابع، اختر مما يأتي المعنى السياقي لكلمة عليل الواردة في البيت السابع. هل هي المريض والسقيم أم النسيم اللطيف اللين أم الضعيف الذابل؟ هنا الضعيف الذابل. التدريبات اللغوية، الصفة المؤنثة من كلمتي عجال وظمآن. عجال عجلة وظمآن ظمأة. اجمع وفق الجدول. المفرد دمع، والجمع أدمع دموع، وماء الجمع مياه أمواه، وأيضا نهر أنهر وأنهار. السؤال الثالث، رتب الكلمات الآتية وفقا من جيها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات. تتلقاه لقية، ثعابين تعب، الرائد رواد، تثنى ثنية. أولا الثعابين ثم تتثنى أو تثنى ثم الرائد ثم تتلقاه. التذوق، ما المحسن البديعي بين كل كلمتين مما يأتي بحسب مجيئها في النص؟ برد جمد، هنا تصريح، ويخفو ويخفى هنا جناس ناقص. السؤال الثاني، ماذا أفاد طباقه في البيت التاسع؟ فتح وسد. وهنا توضيح المعنى، إضافة إيقاع موسيقي، إيضاح المعنى، إثارة الخيال. السؤال الثالث، والشاعر اللون والحركة والصوت في التصوير، مثل كل منها من النص. اللون، خلع الخصب عليه حلالا، الحركة كثعابين عجال تطرد، الصوت تغنى ساجع الطير. نشاط تطبيقي، أولا في البيت الأول أداة استفهام، حددها ثم اذكر نوعها والمعنى. أي در لنحور، لو جمد نوعها هي اسم معرب، وهنا جاءت للسؤال عن غير العاقل، طبعا هي لغير العاقل هنا في هذا البيت. السؤال الثالث، تعجب مما تحته خط بإحدى صيغتي التعجب، زهد الرائد بالنبت، ما أزهد الرائد بالنبت، تثنى الغصن سكرا بالندى، ما أجمل أن يتثنى الغصن سكرا بالندى، سل الحسام، ما أروع أن يسلى الحسام. ثانيا، وضح قاعدة كتابة الهمزة في كل من الرائد وسما. همزة متوسطة كتبت على نبرة لأن حركتها الكسرة وحركة الحرف الذي قبلها السكون، والكسرة أقوى ويناسبها النبرة. سما همزة متطرفة سبقت بساكن. هات مفرد كلمة لؤلؤ ثم اكتب جمع آخر لها منتبها لكتابة الهمزة فيه. المفرد لؤلؤة، الجمع لآلئ. ماذا أفاد الطباق في البيت التاسع فتح وسد؟ رويدة، نعم أستاذ، أضاف إلى البيت إيقاع موسيقي ووضح المعنى. جزاك الله خيرا.